السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على قناتكم على اليوتيوب أرباح. في هذا الفيديو سنقدم لكم شرح كامل ومفصل لأفضل بنك إلكتروني على الأنترنت. إذا كنت تريد الحصول على أموالك من الأنترنت بدون مشاكل، أو إذا كنت تريد التحويل بين البنوك والمحافظ الإلكترونية، هذا البنك يقدم لك جميع الحلول. إذا كنت تعيش في بلد لا تدعم البيبال مثل تونس أو أي بلد عربي آخر، يمكنك استخدام هذا البنك في الحصول على أموالك من الأنترنت. هذا البنك الذي سنقوم بشرحه في هذا الفيديو يعتبر من أفضل البنوك الإلكترونية في العالم، حيث له الكثير من المميزات: سهولة في نقل الأموال وسحب أرباحك، يدعم البنوك المحلية وطرق دفع في أي دولة عربية مثل فودافون كاش في مصر أو الشحن رصيد الهاتف في الدول العربية الأخرى، كذلك يدعم البنوك المحلية مثل البريد التونسي أي بنك محلي في أي دولة عربية أو أي دولة في العالم، كذلك يدعم جميع المحافظ الإلكترونية والعملات الرقمية. كذلك ستحافظ على أموالك إذا وضعتها في هذا البنك، حيث يمتلك هذا البنك عملة تساوي الدولار، إضافة إلى الحماية وإمكانية استقبال أموالك من مواقع والتطبيقات الربحية، ويمكنك كذلك من خلال هذا البنك شراء وبيع العملات الرقمية. وهذا البنك يحتوي على شبكة P2P مثل منصة الباينانس. سنشرح هذا البنك بشكل مفصل في هذا الفيديو. هو عبارة عن بنك أو محفظة يمكنك أن تضع أموالك فيها، أو يمكنك استخدامه تحويل الأموال من محفظة إلى محفظة أخرى، أو يمكنك استخدامه لشراء العملات الرقمية. المهم، هذا البنك مميز جدا ويعتبر من أفضل البنوك. إذا كنت تعمل على الأنترنت يجب أن يكون لديك حساب في هذا البنك. سنقوم بشرح هذا البنك الإلكتروني بشكل مفصل في هذا الفيديو. إذا كان الشرح طويل سنقوم بتقسيمه على أجزاء. في البداية سنشرح لكم طريقة التسجيل، طريقة تفعيل الحساب، كيفية استقبال المدفوعات، كيفية سحب أرباحك وكيفية الربح من هذا البنك. كذلك يمكنك تحقيق أرباح كبيرة جدا من هذا البنك. قبل البداية في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو كالعادة. رابط التسجيل في البنك أول رابط في الديسكريبشن. ادعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. أولا سنبدأ بطريقة التسجيل بعد الضغط مباشرة على الرابط الذي ستركه لكم أسفل الفيديو أو الرابط في الديسكريبشن. يمكن أن تجد لغة بنك RTM بالإسبانية، يمكنك تحويلها إلى اللغة الإنجليزية. مباشرة ستقوم بإضافة الدولة، من ثم في Select the type of account تختار Personal يعني حساب شخصي وليس بزنس. لو كنت تمتلك شركة يمكنك اختيار بزنس، وبعد ذلك تضغط على كونتيني، من ثم يمكنك التسجيل اما عن طريق الفيسبوك او حسابك على جوجل. انا ساقوم بالتسجيل من خلال الايميل، تضغط على sign up with email، تقوم باضافة المعلومات الخاصة بك وهي الايميل والباسورد، تقوم باعادة كتابة الباسورد، تضع الفيرست نيم واللاست نيم يعني الاسم واللقب او الكنية، ثم تضغط على كليك تو فيريفاي لتخطي الكاباتشا، ثم تضغط على كرييت اكونت. مباشرة سيطلب منا تأكيد الايميل الخاص بنا، سنقوم بالدخول الى البريد الالكتروني الخاص بنا، ثم سنضغط على كونفيرم ايميل، بعد ذلك سنقوم بتسجيل الدخول الى حسابنا. ثم الان سيطلب منا اضافة المعلومات الشخصية الخاصة بنا، يجب ان تكون جميع هذه المعلومات صحيحة ونفسها الموجودة في الوثائق الرسمية، لأن بعد ذلك سنقوم بتفعيل الحساب بالوثائق لنتمتع بجميع مزايا بنك RTM. ضع المعلومات نفسها إما في بطاقة الهوية أو في الباسبور أو في رخصة القيادة، تضع الاسم واللقب، من ثم ستضع العنوان الخاص بك، تضع السيتي أو المدينة، من ثم تختار الدولة، بعد ذلك في ستيت تضع الولاية، من ثم تضع الزيب كود أو الرمز البريدي، بعد ذلك ستقوم بوضع رقم الهاتف، ثم تضع تاريخ الولادة، جميع المعلومات يجب أن تكون صحيحة، بعد ذلك تضغط على Verify Phone to Complete Profile. يمكنك الضغط إما على Send WhatsApp أو الأفضل أن تضغط على Send SMS، سيصلك كود لتفعيل حسابك، سنضغط على Send SMS، من ثم نضع الكود الذي وصلنا في رسالة إلى الهاتف الخاص بنا. مباشرة سيقوم بتسجيل الدخول إلى حساب بنا. الآن أصبح لدينا حساب على بنك RTM، ومزايا هذا البنك رائعة وخرافية. هذا أفضل بنك في العالم، أفضل حتى من البايبال، ويدعم جميع الدول العربية.
استظهر معنا في الأعلى يعني يطلب منا وضع صورة لحساب الخاص بنا. يمكنك إضافة صورة، تدخل إلى Setting من ثم في Profile يمكنك إضافة صورة ويمكنك التعديل على المعلومات الخاصة بك. طبعا هو سيضع العملة الخاصة ببلدك مباشرة يعني تلقائيا. يمكنك تغيير هذه العملة، يمكنك كذلك تغيير يوزر نيم. هذه الإعدادات يمكنك وضعها كما تريد أنت ويمكنك عدم تغييرها أو تركها كما هي. سنمر إلى تفعيل الحساب الخاص بنا. سنضغط على Verification ثم Verify Document Now، وعلينا تفعيل الحساب لنتمتع يعني بالكثير من المزايا. تختار نوعية الوثيقة، إما باسبور أو رخصة القيادة أو بطاقة تعريف. طبعا طرق تفعيل الحساب بالوثيقة يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى. المهم تختار نوعية الوثيقة، الأفضل أن تختار الباسبور أو رخصة القيادة في جميع البنوك الإلكترونية. إذا كنت تمتلك فقط بطاقة هوية قم بتفعيل حسابك ببطاقة الهوية. نحن سنختار الباسبور، من ثم إما تضغط على Continue on Phone يعني تقوم باستخدام الهاتف، أو تضغط على Or Upload Photo يعني تقوم برفع الصورة من جهاز الكمبيوتر. سأقوم برفع الصورة من جهاز الكمبيوتر وسأقوم بإتمام عملية التفعيل من خلال الهاتف، لأن جهاز الكمبيوتر لا يتوفر على كاميرا وهو سيطلب منك يعني التقاط صورة لوجهك لتأكيد حسابك يعني مثل جميع البنوك الإلكترونية. المهم تابع معي هذه الخطوات. سنضغط على Upload Photo، من ثم هنا يعني يعطينا أمثلة. سنقوم برفع صورة لجواز السفر يعني صورة لا تحتاج يعني لعمل سكانر، يعني فقط تقوم بتصوير من الهاتف الخاص بك ومن خلال الكاميرا الخاصة بجهاز الكمبيوتر. تقوم برفع صورة للوثيقة التي تريدها ثم تضغط على أبلود. الأفضل أن تستخدم الهاتف مباشرة يعني رفع الوثيقة وكذلك لتصوير وجهك. نحن قمنا برفع الوثيقة من خلال جهاز الكمبيوتر وسنقوم بإتمام عملية التفعيل من خلال الهاتف. المهم سنضغط على Continue on Phone. كما تلاحظون هنا سيرسل لنا رابط يعني في رسالة إلى الهاتف الخاص بنا. سنضغط على Get Secure Link ويمكنك مباشرة يعني عمل سكان لهذا الباركود أو QR code. نحن سنضغط على Get Link via SMS. على ذلك سأضع رقم الهاتف الخاص بي. سأضغط على send link فلن يطلب مني تفقد الرسائل على الهاتف الخاص بي. المهم كما تلاحظون أمامكم وصلتنا رسالة هي verify ID. سنقوم بفتح هذه الرسالة ثم سنضغط على الرابط الموجود في هذه الرسالة. سنقوم بفتحها من خلال أي متصفح تستخدمه، ثم هنا سيطلب مني كما قلت لكم يعني تصوير الوجه take selfie. إذا كنت تستخدم نظارة تقوم بإزالتها كي يظهر وجهك بشكل كامل. سنضغط على continue. تحاول أن تضع وجهك في هذا الإطار الموجود أمامكم أو هذه الدائرة. لالتقاط الصورة ستضغط على الأيقونة التي هي باللون الأبيض ثم ستضغط على Upload. بعد ذلك ستنتظر قليلا، ثم كما تلاحظون ستظهر أمامكم Upload Successful يعني تمت العملية بنجاح. عندما تعود يعني إلى جهاز الكمبيوتر يعني تنتظر لي ثواني فقط من ثم ستظهر معك هذه الواجهة. يعني قمنا برفع الوثيقة من خلال الكمبيوتر والسيلفي من خلال الهاتف الخاص بنا، ثم ستضغط على Submit Verification وستنتظر ليقومون بمراجعة الوثيقة والصور. وبعد الانتظار مباشرة يعني تم تفعيل الوالد الخاصة بنا. كما تلاحظون Your Wallet is Verified في أقل من نصف ساعة. عملية التحقق من الهوية لن تبقى أكثر من 24 ساعة. الآن أصبح لدينا حساب ومفعل بنسبة 100%، وإن شاء الله في الدرس القادم سنريكم كيفية إضافة رصيد إلى RTM، كيفية السحب، كذلك سنشرح خاصية Send Request، القسم الخاص بالكريبتو والعملات الرقمية، وكذلك كيفية إضافة طريقة دفع مفضلة أو Payment Method. سأترك لكم رابط هذه المقالة، ستجد فيها يعني الشرح كامل. إذا كنت لا تريد الانتظار إلى الفيديو القادم ستجد شرح لجميع خدمات بنك RTM. كما قلت لكم هو أفضل بنك في العالم إذا أردت الحصول على أموالك من الإنترنت بطريقة سهلة ومضمونة، و خاصة إذا كنت يعني تعيش في بلد لا يدعم فيه الباي بال. إذا عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إذا واجهتك مشكلة في التسجيل أو في تفعيل حسابك اترك لنا تعليق وتواصل معنا. شكرا على المشاهدة.